إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسية الدينية والتي أعدها ويقدمها لحضرتكم الزميل السيد صالح. الحمد لله الذي أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين. سبحانك ربي سبحانك، شرعت من الدين ما تتفتح به العقول وتصح به الأجسام وتزكو به النفوس، فجعلت رمضان نهاره صيام وليله قيام، والنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. فقلت في حديثك القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذا البلد الطيب المبارك فرحتهم بافتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير، والذي يعد صورة مصغرة للحرم النبوي الشريف. وقد أقيم هذا الصرح الإسلامي الكبير بالجهود الذاتية، فنسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات من قام عليه، سواء بالإنفاق أو بالقول الطيب أو بالمشاركة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أياما معدودات، فمن كان
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تعلمون
down.
بل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لباس لكم وأنتم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا كذا. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية المباركة، والتي ننقلها لكم من مسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
أيها الإخوة المؤمنون، والزعيم أحمد عرابي واحد من أبناء مصر المخلصين، قاد ثورة المصريين ضد الظلم والاستبداد، ووقف في وجه الخديوي مطالبا بحقوق المصريين، متمثلا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه البلدة الطيبة نشأ الزعيم أحمد عرابي، وفي هذا المسجد العامر كان يصلي الزعيم أحمد عرابي ويحفظ القرآن الكريم. ومن مسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق للأكوان، وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت باسم الله والحمد أولا، صلاة وتسليما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله والتابعين له ومن تلا. أيها الناس، اذكروا رب الناس واستعيذوا به من كل وسواس خناس إذا وسوس في صدور الناس، بكل المشاعر وبكل الإحساس، نلتقي اليوم على خير أساس، أساس الله رب العالمين، لنرتع جميعا في روضة من رياض الجنة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. فلو تأخر كل منكم بضع دقائق ثم سئل: ما الذي أخرك وأقسمت أنت له قائلا: لقد كنت في روضة من رياض الجنة، لكنت صادقا، لأن الذي قال ذلك هو الصادق المصدوق، صلوا عليه وسلموا تسليما. عشت في روضة من رياض الجنة، ومع هذه التلاوة القرآنية المباركة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تقول أهل العلم بأن الكثير من المال يهال هيلا، أما القليل من المال يعد عدا، فأيام رمضان هي أيام معدودة، نستقبل الشهر ثم بعد أيام ينتهي الشهر، فالشهر يكون شاهدا لنا أو علينا. ولذلك كان إذا كان آخر يوم من شعبان وقف النبي العدنان وقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر وشهر المواساة، وليس للصبر ثواب إلا الجنة. نصوم نهار رمضان ثم نقوم الليل، ولذلك حينما نقوم الليل كما كان يقوم السلف الصالح
لأن الإمام الحسن البصري كان ينام بوجه ويقوم بوجه آخر يشبه القمر ليلة التمام. فلما سئل: يا إمام، كنت تنام بوجه وتقوم بوجه آخر يشبه القمر ليلة التمام، فماذا قال سيدنا الإمام الحسن البصري؟ قال: لقد خلوت مع ربي بالليل والناس نائمون، فقمت وتوضأ وصليت ركعتين، فكساني ربي من نوره، ونور الله لا يصفه الواصفون. فمن هنا نقول: قيام الليل أمر الله به حبيبه محمد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما عن صيام النهار، فإذا كان يوم القيامة يجيء قوم لهم أجنحة كأجنحة الطير، فيطيرون بها على حيطان الجنة، فيسألهم رضوان وهو ساكن الجنة، كما يقول القائل: اعمل لدار غد رضوان ساكنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يسألهم رضوان: من أنتم؟ يقولون: نحن قوم من أمة محمد. فيقول لهم: هل مررتم على الصراط؟ فيقولون له: لا. هل وزنتم بالميزان؟ فيقولون له: لا. فيقول لهم: وبما وكيف نلتم هذه الدرجات؟ فيقولون: لقد عبدنا الله سرا في الدار الدنيا، فأدخلنا الجنة سرا في الدار الآخرة. فالصوم أفضل عبادة سرية بين العبد وخالقه، فعلينا أن نستقبل هذه الأيام بتلاوة القرآن، لقول النبي محمد: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والله يقول في الحديث: يوم القيامة أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن الذي ينبغي له أن يجاورك يا ذا الجلال والإكرام؟ فيقول: أين قراء القرآن وأين عمار المساجد؟ فنحن في رمضان نستقبله بتلاوة القرآن وبالصوم وبتعمير المساجد. مثل هذا المسجد، هو مسجد الزعيم البطل أحمد عرابي من هذه القرية المباركة، الرجل الذي وقف في وجه العدو وقال: لا يعبد في أرض مصر إلا الواحد الديان. فهو أول زعيم عربي ومجاهد كان من هذه القرية، وحفظ القرآن في هذا المسجد المبارك. فالله نسأل أن يجمعنا على الخير، والله نسأل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة، قدمها فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا اللهم اغفر ذنوبنا
قلوبنا واحفظ سرنا كله غفران يا رب.
ربي وسلم وبارك عليه. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية، نقلناها لكم من مسجد الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. حضر هذا الافتتاح معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد اللواء السعيد عبد المعطي نائبا عن السيد محافظ الشرقية، والسادة أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية. لكم تحيات أيمن كبارة وهدى محمد من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.